الو الحاجه لطيفة. صباح النور على الله. صباح الخير، كي صبحتي على خير؟ كلشي مزيان؟ نرجعوا دائما شي وقت للمولاتي عند الحاجة لطيفة طبيلي، واللي غنبداو معها بأول اقتراح. عطاتنا المقادير ودابا غنمشيو لطريقة التحضير بستلة ديال السمن واللوز. تفضلي الحاجة. نعم على الله. إيه قلنا غادي نشحر السمن. إيه غادي تشحر هذوك الفراخ ديال السمن مع الصلاة والزيت والسمن والتوابل. إيه من بعد غادي تمرقي الطنجرة وتخلي السمن يطيب على خاطرو. إيه ولما يطيب، لما يطيب غادي تزوليه من الطنجرة، حطيه فوق شي صفاية مثلا ولا شي شبكة ينشف، وغادي تضيفي ديك الساعة البيض داك اللي طربنا، ديك المريقة. إيه غادي تضيفي هذيك المريقة وتبقاي كتحركي حتى يوقف المرق. إيه ياك صافي. من بعد غادي تصفي، غادي نقول لك علاش تصفي هذيك المرقة. غادي ديرها في الصفاية كلها. علاش؟ اولا باش ما كتفزقلكش الورقة ديك المراقي اللي كينزل لك ياك. وثانيا هذاك الشيء اللي صفيتي ما كنضيعوش، داك اللي دام اللي كينزل لك ما كتصفيش، كنعاودو به ندهنو به ديك الورقة حتى نكون نديرو المونتاج. نخلطو مع شي شوية الزيت اللي يشوي ولا شوية الزبدة دايبة يشوي باش يولي شوية كثير، وتنديرو هو باش نديرو المونتاج باش يجيو هذوك الوريقات الداد، ما تيجيوش وريقات غير عاديين ناشفين. يعني كيتبنوا بهذيك المريقه، ولكن حنا كنتحكموا فيه لانه حنا كنبداو نهزوا منها، ماشي ملي كتكون يعني مخلطه مع داك الخليط. اييه دابا عندنا السمن مشحر وعندنا ديك المريقه مخلطه مع البيض. اييه صافي. المهم حنا صفيناهم وخليناهم جانبا. ديك الساعه غادي تخلطي داك اللوز المطحون مع القوام ديالو اللي قلنا، داك الزهر والسكر الى اخره والمسكح والله الى اخره. المرحله الثالثه غادي دابا تبداي الدهني، تبداي دير المونتاج. غادي تدهني الطاوه ديال البسطيله وغادي تفرشي فيها الورقة. إيه. من بعد غادي تسرحي فوق منها الخليط ديال البيض مع المرق هو الأول. البيض اللي خلطنا مطرب مع المرق غادي تفرشيه هو الأول. صفينا. إيه. ياك غادي تحطي فوق منه هذوك الفراخ، ولكن غادي داك السد اللي علاش شقيناه من الأول غادي يساعدك باش غادي تفرشي الطير، غادي تحطي الطير مفرش. باش يدير المنظر حتى في الحطة. إيه. تحط كله محلول مفرش. ولا سبحان الله تقسم لك ما عرفتيش ولا شي حاجه شي، بس ما كاين ديري النص حدا النص، نص الطير على حدا نص الطير. ما هو من الاحسن تتمشي معاه بشويه كتحليه لينا شقيتيه في الاول بالموس تيجيك مفرش. كيبقى محافظ على الشكل ديالو. حافظ على الشكل ديالو تيجي زوين حتى في المنظر. ياك وهذا الشيء كله غادي تغطيه بواحد، ملي تكملي داك الدوري الطاوة كلها بداك الطول غادي تغطي بواحد الورقه اخرى البسطيله ولا جوج. ومن الافضل هذوك الوريقات اللي بغيتي تغطي بهم تكوني اما قريتيهم اما دوزتيهم في الفران باش يجيو مقرمشين، حيت يكونوا في وسط البسطيله باش ما يجيوش معجنين. دوزيهم في الفران اما يتقرمشوا في الفران اما قرمشيهم تي راسك في الزيت دغيا غمصيه في الزيت وجبديه صافي، باش حيت تكوني تدير المونتاج تيجيو مقرمشين. هذيك اللي غنغطيو بها غادي تغطي بها دابا هي السمان. اييه مع البيض. علاش؟ باش نفرقوا ما بين السمان وما بين اللوز. لان ديك الورقه اللي تنديروا دوك الورقه ولا جوج مقرمشين كنحطوا فوق منهم هذاك الخليط ديال الثاني ديال اللوز. ياك. ايه. عاد من بعد كتغطي بالورقه اللي عندك عاديه وغادي تجمعها من الجوانب، وكل مره دهني بهذاك الخليط اللي قلنا قبيله اللي صفينا ديال ديك المريقه ديال المريقه مخلط مع شي شويه ديال باش يكون شويه كثير الزبده. وانت غاديه وانت كدهني غاديه وكدهني وكتجمعي كتجمعيها من الجوانب كلها. يلاه يعطيك الصحه. من بعد غادي تضعيها في الفران الله يبارك فيك 160 درجه، وما تنسيش انك تقلبيها ضروري تتقلب البسطيله باش تطيب من جوج الجوانب، ماشي غير تحرق من الفوق وتجي مشي تفاهم من الفوق الا ما تقلباتش، ضروري تقلبيها يكون عند جوج صينيات وحده كتدخل في وحده باش هذيك الصغيره كتمونطي فيها وكتقلبي فيها وتيجي صامت وطيب من جوج الجوانب. كتجي ديك الورقه محمره من جهتين. اييه ديك الساعه في التقديم على لا غادي تحطي داك البيض ديال السمان اللي قلنا مسلوق وغادي ديريه في الكيغدون غادي تبيكي به الوجه ديال البسطيله باش تعطي فكره بان راه ديك البسطيله الفراخ السمان الفراخ. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة. ويعني بسطيله لذيذه واللي هي معروفه من زمان، بسطيله ديال السمن وديال الحمام كيجيو لذاذ لد من الدجاج صراحه. اي فعلا يعطيك الصحة. بزاف كي قلتي الله يبارك فيك. لا يطول عمرك. نمشيو للاقتراح الثاني. واخا ندوزو دابا شي حاجه روميه قلنا ياك. اييه نوعو يلاه عصريه. إيه دابا هذا عصير هذا ديالي هذا صوبه راسي يعني من الابتكار ديالك. الابتكار ديالي. اييه ربع كيلو ديال العنب ابيض. ربع كيلو اسود الابيض ديال العنب الابيض. اييه خياره وحده. اييه ولكن الدقيه ما تكونش حاره، دقيه تكون حلوه. خياره وحده.
يترو لاروب ديال العصير الليمون. إيه. نص كاس ديال السير الخضر. نص كاس ديال السير الخضر. سير الخضر إيه. جوج بنانات كبار. إيه. أو لا ثلاثة صغار. واخا. أو لا اللي ما تيبغاش البنان أنا تنصبر ديري مربعات ديال البستيخ ديال المنو اللي تنقولوا حنايا السويه داوي. يعني اللي ما عندوش مع البنان ولا اللي ما كاينش في الدار يعوضوا بالبطيخ. ودابا بغيت كاين ودابا بغيت كاين البطيخ موجود ايه داك السويره ديري ديري قياس مثلا ديك كاس كبير غير طريفه طريفه وديري قياس مثلا ديال كاس كبير. ايه صافي تزين على لا كاين نص كاس ديال السير الحمر جوج معالق ديال سنيده ودوائر رقيقه ديال البرت ماشي برتقاله قطع بزلوفه بقشره اي دوائر رقاق هادو التزيين التزيين واخا صافي هذا صافي ندوزو للطريقه ولا نعاود اييه تفضلي يا زين الطريقه غادي تنقي هذاك العنب قسمي على جوج قلنا العنب الابيض العنب الابيض كل وحده قسمي على جوج وطبيعه الحال زولي منها هذوك لي بيبان العظام ديالها ولا غادي تحيديهم منها ياك خذي النص ديال المقدار ديال هذا العنب غير النص ديال النص الكميه ديالو نص ربع لان قلنا في الاول ربع كيلو دابا نص ربع العنب اييه غادي تفتحي في شي طبصيله لالا وغادي توضعيه في المجمد دابا نقول لك علاش غادي نوضعوا هذا واخا نقولها دروك ولا تالخر اللي بغيتي يلا هذا هو اللي بغا يدير لنا لي كلاصون ديال 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 هكداك هادو كنديروهم في المجمد حتى كيجمدوا مزيان من الاول كدير دوك النصاص وحده 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 وكتشوفهم شي طبصيل ولا شي بلاطو صغير وكتدخلهم للمجمد هما الاولين اييه وداك النص الثاني اللي بقى لنا ديال العنب غادي توضعيه في الخلاط الكهربائي مع عصير الليمون وداك السير والخضر وديك الخياره والبطيخ او البنان ومن الافضل انك تنفضل البطيخ البطيخ السويهله ايه وطحني الكل مزيان بغيت ميكس مزيان كيعطينا اللون الخضر تيولي خضر صافي دابا العصير هو موجود ايه بقات لنا غادي ندوزو للتزيين غادي ندوزو للتزيين غادي نزينو دابا الكؤوس غادي توضعي السيرو في زلافه والسكر في طبصيل داك السيرو الاحمر اللي بقى اللي قلنا غادي توضعيه في زلافه والسكر في طبصيل يكون مسطح يكون طبصيل مسطح غادي تقلبي الكاسه وغادي تغمسي ليه فمو الفم ديالو في السيرو ومن بعد غمسيه هو في السكر باش يعطينا داك الديكور ديال الكاس داير غادي تاخذي هذيك طرونش ديال وحده طرونش وحده ديال الليمون اللي قلنا بالقشوره وغادي تفلحيها بالموس من الجنب اي من الجنب وغادي تدخليها في هذاك الفم ديال هذاك الحرف ديال الكاس اي بحال كي كيف تيسربيو في الكاس فعلا اي كتدخلي داك النص ديال الليمون داك الطرونش ديال الليمون في الكاس ديك الفلحه ديك الفلحه اللي فلحتي الموس هي اللي كتدخلي في الكاس عاد غادي تكبي العصير في الكؤوس ودخلي الثلاجة بالصحة والسلامة. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. يعني عصير منعش قلنا. منعش وزين وممتاز هذا الابتكار من الابتكار ديالي ومنين تتبغي تقدميها لالا غادي بطبيعة الحال غادي تجبدي هذاك دوك لي كلاصون ديال العنب. دوك لي كلاصون ديال العنب غادي تجبديهم وغادي ترميهم في الوجه ديال العصير فيعطوا المنظر. وتيبردوا العصير وتيجوا ممتازين وبالصحه والراحه. والله هذه طريقه ذكيه من عندك انه نديروا يعني الفاكهه بحال الشكل يعني في المجمد ونديروا على شكل كلاصون كيف ما قلتي كتعطي منظر خصوصا انه هذا العصير كيجمع بين جوج الالوان يعني الاحمر والخضر فحتى دوك لي كلاصون حتى هما يعني غاديين مع نفس اللون ديال العصير وفي نفس الوقت منعش وكله فائده تبارك الله عليك الحاجه لطيفه. الله يطول عمرك يمكن هاد الطريفات العنب يمكن ديرهم دائما عندك في الكونجيلاتور ما تجبديش شي عصير باي نوع جبدي رمي فيه دوك العنيبات هكاك منهم كلاصون منهم مبرد منهم منظر منهم كنذوقوا فاكهه هادشي اللي كاين تبارك الله عليك الله يطول عمرك لالا نمشيو لاخر اقتراح من عندك شنو تقدمي لنا؟ واخا لالا باقي الخير الحمد لله انا نعطيك لالا الشنيك مالحين سريعين التحضير ايه واخا دغيا هادو دغيا تصاوب يوم اللي خدام الله يكون في العوان دغيا يقادو فعلا دابا مع الكوتي كيف ما كيقولوا يعني الامهات اللي كيتواصلوا معنا تيحيروا شنو غادي يوجدوا في الكوتي على انتظار يعني يجي وليداتهم من المدرسه قلتي شنك مالحين ايه شنو فيها في المقادير؟ هاد لا 200 غرام ديال الكفته 200 غرام ديال الكفته تكون مقومه يعني فيها التوابل ديالها ايه ربع كيلو ديال المطيشه محكوكه واخا زائد جوج معالق ديال صغار ديال مطيشة الحك ضيفيهم مع مطيشة محكوكة ميه نص معلقة صغيرة ديال البزار
شويه الملح ميه، جوج معالق كبار ديال الزيت، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزعتر، ايه 100 غرام ديال الفرماج محكوك احمر، و 500 غرام ديال لاباط فويتي راه كتباع دابا جاهزه، ما تروحيش مع اللي كيصوب راه عنده في الفريغو، الا ما كنتي بحال تنقول لك الله يكون في عونك باقي انت يكونوا زاربين تلقاها تطريها في السوبر مارشي تاخذي نص كيلو ديال لاباط فويتي جاهزه. راه دابا في لي كروند سيرفاس تيتباعوا كاع في الباكيه، اييه امبالي والثمن ديالها معقول، اييه معقول ما كاملاش 15 درهم تقريبا، هذا الباكي 20 درهم كيلو 10 درهم كيلو، اييه ورق سلفريزي واخا، وبيضه صفر ديال البيضه صافي، هادو هما المقادير، وصفر بيضه في الاخر، اييه اييه صافي، ندوزو للطريقه، اييه تفضلي. اذا في المقله غادي هذيك الكفته مع معلقه واحده ديال الزيت، حيت كنا راه كاينين جوج معالق، غادي ناخذوا غير معلقه واحده ديال الزيت والملح والملح، وغادي طيبيها مع التحرك بالفرشيط مزيان حتى تتفرتت بزاف، تطيب كلها وتتفرتت، اييه صافي. وفي المرحله الثانيه واحد الكاسرونه غادي طيبي مطيشه محكوكه مع ديال الحك مع الملح والبزار والزعتره وديك الزيت اللي بقات لينا يعني معلقه الثانيه، وغادي تخلي هادشي حتى يبرد تماما. صافي. اييه. غادي تاخذي داك العجين المورق. سرحيه من فوق منه، غادي هو راه جاهز يا اما ايطاليه فوق البوطاجي يا اما تلقيه مقاد فوقته ماضي. غادي تسرحيه فوق منه مطيشه هي الاولى. لاسباتول ديال العود تتكاد مزيان في الوجه ديال العجين. إيه. وغادي تحط فوق منها الكفته. هي تفرتي عليها على الوجه كله. وغادي تزيدي فوق منه النصف المقدار ديال الفرماج، غير النصف المقدار ديال الفرماج، يعني 50 غرام ياك؟ اييه. وديك الساعة غادي تلوي العجين بحال البودان. لويه مزيان مزيان بحال البودان تيولي بحال الكوميرا، وغادي تدهنيه بأصفر البيض من جميع الجوانب، يعني أنت كدهنيه وأنت كتقلبي بشوي بشوي بدا تحسي بأنه تدهن كل الجوانب ديالو بداك الصفر البيض. اييه. عاد قطعيه بالموس دوائر شوية متوسطة ما تكونش رقيقة. بحال قلتي تقريبا العرض ديال سنتيمتر تقريبا. سنتيمتر، وغادي توضعي الدوائر في الطاوة اللي مفرشة بالبابي سيلفيغيزي، ضروري البابي سيلفيغيزي يكون مفرش في الطاوة. ملي غادي تحط هذوك لي شنيك هكاك شي حداشي شي حداشي، غادي تدردري على الوجه هذاك الشيء اللي بقى لك في الفرماج. أييه. غادي تحصلي على رغيف بحال الشنيك، ممتازين والمذاق رائع. وديك الساعه غادي تدخليهم للفران على 180 درجه دغيا من 10 حتى 15 دقيقه، وانت عندك موجودين رغيفات زوينين كي قلتي الكاسكروت ممتازين. اي الله يعطيك الصحه، كيف ما قلتي كيجيو هشاش وخفاف في نفس الوقت وما تياخذوش لك وقت دغيا في التحضير، دغيا دغيا مطيشه طيبي هنا كفته طيبي هنا العجين مسرح ديريه لويه صافي قطعيه ودخلي الفران دغيا تيخرجوا ما فيهمش مشكل. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه، انا عارفه عندك بزاف ديال الاقتراحات، تبارك الله عليك.